حبيبي العزيز كابتن محمد عمر. مساء الفل يا كابتن عمر. مساء الفل يا كابتن احمد، انت حبيبي الكل الحقيقه، يعني وربنا يزيدك ومتالق دايما. انت متالق ومنورنا ومشرفنا. معلش غصب عني النهارده الاختيار والكمين والابطال ويعني حاجات مشاعر المصريين النهارده غير عاديه، بس محمد عمر بالتحديد لانه ابنه بطل من الابطال اللي استشهدوا ليس في هذه العمليه ولكن في غيرها. لكن بالتاكيد يا كابتن عمر النهارده بتحس بقد ايه قيمه القوات المسلحه، قد ايه بقيمه المواطن المصري، قد ايه الابطال دول بيدافعوا بدمهم وروحهم وكل حاجه عن بلدهم مصر، وانت واحد من الناس اللي قدموا ابنك فداء لهذا الوطن. كابتن احمد، الحقيقه لو الزمن بيرجع شويه، انا مرتبط بالقوات المسلحة من سنة 94. نعم. من خلال نادي السواحل كان اللي هو حرس الحدود وطلاع الجيش والمنتخب العسكري. فالحقيقة يعني شفت بعيني وحسيت بنفسي قد إيه هذا الجيش منضبط وعنده عقيدة الحقيقة. يعني يمكن الاختيار أنا من وجهة نظري جه في وقته. طبعا. نعم. ما عندكش فكرة كابتن أحمد حالة الهلع والرعب اللي موجودة عند الإخوان الإرهابيين والتكفيريين والناس دول لما اتكشفوا قدام الشعب المصري. يمكن النهاردة والله يعني أنا كنت حريص أتفرج على المسلسل، أنا بكيت النهاردة. طبعا بكيت طبعًا. من كل مصري بكى، بالك أنت بالتحديد يعني. وبنتي الصغيرة الحقيقة بكت طبعا. لما شافت البسالة، الناس يا كابتن ما كانتش متأكدة أو مش ما عندهاش الاحساس ايه اللي بيحصل في سيناء. انا رحت هناك في المناطق دي وشفت بدعوه من القائد بتاع ابني الله يرحمه، رحت زرت الكتيبه ودخلت الاوضه اللي كان بينام فيها وقريت في المصحف اللي كان موجود بيقرا فيه، وعملوا له هناك ملعب كره قدم باسمه. ان الشريف كان لعيب كره قدم في نادي الاتحاد الاسكندري في صغره يعني قبل ما يخش كليه حربيه. فهو الحقيقه مسلسل اسلق صدورنا جميعا. رغم انه اثر في الناس بشكل كبير، لكن حسوا يعني ايه سينا، يعني ايه الجيش المصري، يعني ايه الحرب اللي كانوا متخيلينها. يقول لك هم ثلاث اربع عيال مش عارفين تخلصوا عليهم. لا، قصه كبيره قوي. طيب كابتن نور.